أنصاف الحلول عمرها ما بتعطي نتيجة جيدة. دائما الحل يجب أن يكون شامل كامل. كل شيء في الحياة يجب أن يكتمل، لكن أن نرضى بأنصاف الحلول فهي الحياة الحالية اللي نحن عم نعيشها للأسف. يعني خلونا ننظر إلى كل الأمور اللي قدامنا، منلاقي إنه ما في شيء معنا عم ينحل إلى الأفضل، لكن عم نمشي الحال. يعني عم نمرق الأيام وبندفع المشاكل إلى الوراء، يعني منحاول نبعدها عننا قد ما منقدر، لكن للأسف كل ما منبعدها عننا بتضل موجودة. فبالتالي كل ما حاولنا نتقدم رح نتفاجأ أنه اصطدمنا فيها مرة تانية. فمثل كأنه نحن عم نخلق حاجز دائم دائما أمام تقدمنا وأمام محاولتنا لحتى نبلغ الكمال، والكمال لله طبعا، لكن يعيش الإنسان ويجب أن لا ييأس. إمتى بدنا نحن كلياتنا نفكر مع بعض الحل؟ دائما أنه نحن نصنع النتيجة الضرورية اللي هي الحل المكتمل. الحل المكتمل ما بيجي فجأة ولا منقدر نعمله مباشرة ولا بخطوة واحدة. الحل المكتمل بيعتمد على أنه نحن نشتغل على إمكانياتنا، نشتغل على فهمنا، على تفكيرنا، على ثقافتنا، على قوتنا، على التكنيك اللي نحن نشتغل فيه. في كل إنسان في مهنته وفي وضعه، هذا الشيء لازم نشتغل فيه مع بعض، كل واحد يشتغل على نفسه لحتى يوصل لمستوى أعلى. بالتالي بيحصل على حل لكل مشاكله في الحياة، بيحصل على حل مادي ومعنوي واجتماعي ووطني. يعني هذا الشيء بينهض بالأوطان. ونحن دائما منلعن الظروف السيئة اللي بتبقى حوالينا، لكن لازم دائما نفهم إنه الظروف نحن جزء من صناعتها، إذا لازم نساهم في إزالتها، في إزالة أنصاف الحلول، في إزالة المسكنات في حياتنا، في إزالة الاستعجال على الكسب. ابتدت مجتمعاتنا تنهار اقتصاديا. ليش؟ لأنه الإنسان اللي هو العماد الأساسي للاقتصاد في أي وطن وفي أي دولة هو أصلا يعني ما عنده حل، وما بده حل هو من الهوى. فالهوى ما بيجيب حلول، والكسل ما بيجيب حلول، والرضا بالموجود ما بيجيب حلول. أنا عم بعمل دعوة أنه يا ريت كلياتنا ننظر للحلول الكاملة، والحل الكامل يجي من عندنا نحن، كل واحد من نفسه. يعني أنا لما بحاول أنه أطلب من رب العالمين أنه يحسن أحوالنا كلياتنا، ما بيكفي الدعاء، ما بيكفي أنه أدعي لرب العالمين أنه يحسن أحوالنا. إذا ما صلحنا أحوالنا ونفوسنا من الداخل، وصلحنا شخصياتنا من الداخل، وحسننا علمنا وخبرتنا، وحسننا مخنا أنه نحن نفكر بشكل أفضل، ما بتتقدم بلدنا ولا بنتقدم نحن. مكانك سر، رح نضل نعاني، وكل ما نحن نعاني أكثر، وكل ما نحن حنقتل بعضنا على رغيف خبز كيف نقسمه بيناتنا كل حتى يكفينا. بينما إذا نحن اشتغلنا على حالنا، وإذا نحن اجتهدنا على أنه نقدم شيء، كل واحد بدءا من نفسه ومن خلال محيطه القريب. والحقيقة تذكر أنه أنا من يوم ما حاولت أنه أرجع إلى السوق بعد اعتزال أكثر من 12 عام، يعني أنا عم بشتغل على حالي، عم بحاول ألاقي لنفسي أبحاث جديدة دائما، عم بحاول ألاقي تكنيك جديد، عم بحاول ألاقي مفاهيم جديدة، عم بحاول ألاقي شيء أنا أتعلمه. حتى دور التعليم الكمال العربي اللي أنا افتتحت الحمد لله رب العالمين قبل 10 شهور، والآن نحن في نجاح جيد تماما، أنا لازلت فيها عم بتعلم كيف أكون مدرس ناجح من خلال متابعتي للطلبة، ومن خلال أنه أزلل العقبات اللي بتعترضهم دائما مهما كانت هذه العقبات، وأفهم أنه أنا يا ترى عم بقدر أوصل لهم اللي أنا عم بسعى لتوصيله، ولا عم بفشل، أو هل هني عم يفهموه بسهولة أو في صعوبة في هذا الكلام. فلذلك أنا بس من هون محبة لكل الأصدقاء، أرجوكم ما عاد ينفع أنه نرضى بأنصاف الحلول في حياتنا، ولا في عملنا، ولا في بلدنا، ولا في أخلاقنا، ولا في مبادئنا. أنصاف الحلول شيء رمادي ما بيسر وما بيعطي نتيجة طيبة، لكن دائما نحاول نبلغ الكمال، والكمال لله ما رح نبلغه، لكن
كل خطوة منتقدم فيها باتجاه الكمال سواء في مهنتنا أو في أدبياتنا أو في تعاملنا مع بعض داخل الأسرة الوحدة، داخل الأسرة الصغيرة، صارت الأسرة كل الأسر للأسف صارت فيها تفكك معين صعب ناتج عن ضغوط الحياة. فياريت أنه نحن نتفهم أنه نحن الحياة بتبتدي من عنا وبتنتهي فينا. يعني لو ابتدينا الإصلاح من أنفسنا، كل واحد في مجاله يجتهد ويتعب ويحاول، لا يخاف أنه ما بيجيله نصيب كويس، لا، لكل مجتهد نصيب، فاللي بيجتهد بده يلاقي نصيبه.